بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. لم تستطع أضواء وأحداث كأس العالم الصاخبة أن تلقي بظلها وتخفي الصراع والقائم على بدايات الموسم الجديد. أخبار ساخنة، أخبار متواترة، كلام يتقال بعد ربع ساعة يطلع كلام تاني غيره، حجم كبير من الإشاعات، قليل من الحقائق، ولكن كلها بتؤدي إلى إيه؟ أن الموسم القادم سوف يكون موسما استثنائيا. فماذا يفعل الأهلي؟ إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك وأعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة. هي بالفعل حلقة مهمة في توقيت شديد الصخب الكروي زي ما المهندس عدلي قال، بينما المونديال منصوب عن آخره، بينما سامر المونديال يقدم أحلى وأعزف السيمفونيات الكروية في روسيا، بينما مفاجآت المونديال تتوالى. البرازيل النهاردة بتنجو من هذه الطاحونة المونديالية وبتفوز على المكسيك وتتأهل إلى دور الثمانية، لكن حتى الآن اليابان متقدمة أيضا، هطلبك كمان نص ساعة، بما على بلجيكا. يعني واضح جدا أن هذا المونديال يؤكد على أن ثم التغييرات الكبيرة في خريطة الكرة العالمية تحدث في روسيا في هذا الوقت. وفي ظل هذه المفاجآت التي تتوالى بقوة من روسيا، يبدو المشهد الكروي المصري مشحونا بكثير من ملامح ومعطيات موسم، وصفه المهندس عدلي بأنه موسم سيكون استثنائيا يحتاج الأهلي فيه إلى أشد سلاح وأقوى، جمهوره ده حماه. هذا هو الاحتياج الحقيقي للأهلي في الموسم الجديد، وهذا هو اللاعب الذي يجب أن يكون حاضرا يا باشمهندس. سمعت دلوقتي في التليفون اليابان متقدمة 2-0. أيوة صحيح. ما هذا الذي يحدث في كأس العالم؟ قوة كروية جديدة تصاغ. طيب تعالى بقى نستفيد مما يحدث في كأس العالم عشان نتكهن بالموسم القادم. البعض يرى أن حركة التنقلات، الانفلات الجنوني في الأسعار نتيجة تغير كبير جدا، دخول استثمار رياضي بالكامل يكاد يكون أجنبي بإمكانات ضخمة جدا، استقطاب لأهم اللعيبة المحليين، التعاقد مع لعيبة أجانب على أعلى مستوى، أجهزة فنية على أعلى مستوى، نظام إداري على أعلى مستوى، الكل يخشى على الأندية الشعبية، الأهلي، الزمالك، الإسماعيلي، المصري، الاتحاد وهكذا. فماذا سيحدث؟ ماذا تملك هذه الأندية حتى تواجه هذا السلاح اللي ربما ينالهم منه بعض الشظايا؟ يعني ما تيجي تقول لي ايه، ما هم بيشتري من السوق المحلي، بيدفع للأندية بالمليون والمليون ونص دولار وبيدعمهم، ده مؤكد، لكن ده هيعمل ايه؟ هيخلي الأندية تستطيع ان تفي بالتزامات اللعيبة اللي عندها، لكن هل هيخليها تعرف تجيب لعيبة تانية او تستثمر في انماط استثمارية جديدة؟ ما هي الانماط بتاعت الأندية الشعبية بالذات، يعني هل هتحدث بنيتها التحتية؟ هل هتقدر تتوسع في منشآتها؟ هتقدر في الحاجات دي. ما انت اما تيجي مثلا لنادي زي الاسماعيلي مثلا ياخد له 3-4 مليون دولار في السنة على اللعيبة اللي ممكن يكون سابها او هيسيبها او كده، مبلغ ضخم جدا لم يتوفر الاسماعيلي ابدا في تاريخه. هيعمل ايه؟ هيدي استقرار للفريق القائم، هيدي استعادات بسيطة فيما يشبه انك انت بتراهن على كفاءات مش معروفة. لكن عشان تجيب الاهلي بقى او الزمالك او الاسماعيلي او المصري لاعب يكون عليه العين، يحدث عليه تنافس، خلاص الاسعار وصلت كده، خلاص الاسعار من 20 وانت طالع. يعني انا لما كنت في 20 مليون طبعا كان جنون، وال20 مليون وال25 مليون في لعيبه ما لعبتش منتخب مصر. عجبني شريف جمعه
في تخاطيف له دلوقتي لسه قاريها. بيقول لك لما الاهلي جاب صلاح محسن اتهم ان هو اللي ولع في السوق وان هو دمر السوق عشان 2 مليون دولار. النهارده احد الانديه شاري لعيبه بحوالي 730 مليون. هو عنده الامكانيات دي، ما هو خلينا نتكلم في دي. ودي برضو ملاحظه، لان باستمرار الاهلي بيتهاجم على اي حاجه. بالظبط. وعندما يحدث نفس التصرف من اخرين نجد الترحاب. الاهلي بيخرب والتاني بيدعم. لا، نجد الترحاب والتبرير والتفسير وكلنا في ظهر التجربه. صحيح. الاهلي لما كان بيجيب لعيبه من الانديه كان بيفرغها. محدش بيفرغ دلوقتي. كله بيدعم. طب خلي الاهلي بقى يروح كله بيستثمر. خلي الاهلي يروح يجيب 2-3 لعيبه من نادي واحد، هقول لك بيفرغوا. هذا قدر الاهلي. طيب ماذا يملك الاهلي بقى؟ خليني من الانديه الثانيه، كل نادي يعني يستطيع ان هو يكلم على نفسه. المصري دخل له مبالغ كويسه، الاسماعيلي دخل له مبالغ كويسه. الاهلي لو اراد يستطيع ان تدخل له مبالغ مهوله. ولكن سيظل انفاق الاهلي والزمالك مختلف، لان انت مهما دخلك ساعه ما بتيجي تشتري هتشتري بالاغلى. في ظل سعر كاد ان يستقر 20 مليون وانت طالع، كاد ان يستقر على هذا، وهو وضع طبعا لا يمكن يكون وضع طبيعي او صحي، لان المساله في الاخر هو الاتحاد الدولي يا استاذ ابراهيم لما قال لك انت ادفع واستثمر، بس قول لي في الاخر هتطلع كسبان ولا خسران. كسبان ولا خسران مش بطولات، فلوس. ايوه. وكان عين الاتحاد الدولي على اكتر من حاجه من المحاذير، حقوق اللاعبين والتزامات اللي انت هتفي بيها، بس انت هتطلع كسبان برضو ولا خسران؟ يعني انت دلوقتي الاهلي بيصرف لكن بيقدر يبيع رعايه بمليار جنيه في 4 سنين، 250 مليون جنيه. انت صرفت على الكوره قد ايه؟ 200 مليون؟ لا انت كده مش صح. فاهمني؟ صحيح. كسبت 50 مليون. يبقى انت لما بتدفع كتير عشان بتعمل مداخيل اخرى فيها تلفزيون، فيها رعايه، فيها حاجات زي كده، حتى فيها بيع لعيبه، فيها تليفون محمول، فيها براند اسمك، اكاديميات عماله تتعمل هنا وانتقلت الى الوطن العربي كما كان ينبغي ان يكون من 5-6 سنين. وهكذا، والدنيا هتتفتح. يعني الاهلي زي المان يونايتد هيبتدي سوقه هتبقى في الخليج، وممكن بعد شويه اوروبا، وممكن بعد شويه اسيا، وممكن بعد شويه امريكا، لان جمهور النادي الاهلي موجود في كل مكان، واللي عايز يوصل يستثمر مع الجمهور مش هيخسر. اذا هذا استثمار. طيب.